عسلامة. عسلامة. نحكي معاك على التقاعد المبكر، علاش المواطن التونسي يختار تقاعد مبكر أو كيفاش يتحصل على تقاعد مبكر؟ والله يتحصل على التقاعد مبكر أولا هو خدم ما فيه الكفاية، يعني عمل سيرفيس نتاعو 30 سنة سيرفيس سنة، فما فوق هذيك حاجة زايدة للدولة وللواحد. ويحب خويا يرتح بدن ويحب يرتاح يخرج مبكر باش يتفرهد باش يتلاها بعائلته باش يتلاها ثم امور اخرى زادة. من عمر قداش تخدم انت؟ من اللي عمري 21 سنه. كنت متخصصه تحصلت على التكوين ولا شنو بالضبط؟ عامل فارماسي، عامل في الفارماسي يعني في الدومين هذاك، يعني شويه عامل قاري شويه فارماسي، عامل ايكونومي جيستيون زادة، فهمت؟ مع ذي شوية رسك له شوية كذا. شنو اشتغلت؟ شديت عرف يعني بشيف شيف دو ليني في مخابر أدوية ليني سيرو، شديتها أنا والحمد لله. حتى نفس الاختصاص خدمت فيه ديما؟ هي ماكش انت خدمتك إدارية أكثر من حاجة؟ لا خدمت مش إدارية بركة، خدمت حتى باس كيما نقولوا باسبارتو، تخدم كونديكتور ماشين، تخدم شد قداش من سيرفيس مثلا ولا ماكينات ولا كذا، تخدم كل شيء باسبارتو تخدم. كي تلعب التقاعد مبكر المفروض يكون عنده تاثير على الشهريه نتاعك، شهريه التقاعد ولا؟ بالعكس، انا التقاعد مبكر نتاعي التقاعد رفع لي في الشهريه، ما نقص لي في الشهريه. اي عليه يقول القايل علاش؟ خاطر عندك انت ياك الساعات الاضافيه اللي تخدم فيها تخدم فيها هذيك تطلع لك في الشهريه في التقاعد مبكر. برشا عباد ما يعرفوش، مش يبالو هو كي يخدم بعد الوقت هذيك زايد يخدم فيه لله، فهمت هكاك؟ هو بالعكس هذيك اضافه اللي هو في الشهريه من بعد باش تطلع له. شو عمرك اليوم؟ عمري توا عندي تقاعد مبكر، عملت توا عندي عام ونص متقاعد، يعني تو عمري 56 سنة. وش برشا بكري برشا صغير مش يسمى. شو تعمل اوقات خارج اوقات في التقاعد؟ والله تو خصصت وقتي، نظمت وقتي، نترنى فيه الصباح، نقضي اموري العشيه في كذاك قضيات كذا كذا اش يسحق الدار. عندي اصحاب اللي عمري ما عندي برشا ما ريتهمش وليت نقابلهم. نمشي عندي تابعك الدار كيما دار المربين، نثقف روحي مع جماعه كذا كذا، نقعد ونحكي في الامور نتاع الثقافه في حاجه تخص نستغل التقاعد نتاعك كوم الفو للتثقيف للتعليم للرياضه. منين دورني ندو؟ تونسي عكسك هكا ما يعملش بالماجوريتي، كي تسال 100 واحد تلقاش زوج من الناس. الماجوريتي يقعدوا يشدوا القهاوي يشدوا كذا، كان حكايه يقعدوا في باش يقشقشوا حكايه على حكايه فارغه ما لا تضيف لحد شيء. اما بالنسبه للعبد اللي بمخه ورزين يعرف كيفاش يستغل وقته في الحاجات الهامه. باهي، انت خدمت في اختصاص الدواء، واليوم في تونس مشكل الدواء ديما موجود، علاش كل ديما الدواء النوعيه المعينه كي الفيزيتا يعطيك الطبيب، مش الفيزيتا الاوردونونس تاع الطبيب، كي تمشي باش تلوج الدواء هذاك تلقاه مفقود، ترى سيك تمشي تلوج يا العكس يا عكس دواء بديل يا ثم ديما الجينيريك نتاع الدواء هذاك، فهمت ليكيفالون نتاعو، فهمت؟ تنجم تلقاه، لكن العباد تخاف تقول لك انا نمشي للدواء هذاك هو بيدو كيما نقولوا. تو انا البارح بركة جاتني معلومة، كلموني على لوغمونتان، لوغمونتان صار فيه حكاية واحد ويظل لي في وزارة الصحة باش مشكل سحبوا مسوخة خرجت الحكاية. ايه سحب علاش والله قالوا فيه ندرى شنو الفيول ندرى شنو فيه فيه حكاية حسيلو، فهمت؟ في الفيول هذيك ثم في الكومبريمي ثم حاجة. مش أول مرة تصير الحاجة دي. والله تصير الحاجات هذوما، لكن ثم اللي يغضوا عليها الطرف وثم اللي يعالجوها بالوقت وثم برشا حكايات كيما صار. مش بالساهل قبل، مش بالساهل انه الدواء يهبط وراه فيه مشاكل ولازم يتم سحبه. لا مش بالساهل، لازم الخسائر الماديه ولازم اول حاجه مضره العبد. ثم رقابه من وزاره الصحه، راهو الدواء هذاك ما يخرج الا في اي ام ام
اوتوريزاسيون دو ميز اون مارشي، يعني فيه الحاجات اللازمه ويتعدى على تحاليل في اللابوراتوار وباش يخرج يحب له اموره واضحه على الاخر زادة. فهمت؟ بقى احنا انت والماتير اللي تاخوها، يعني الماتير بريمير، شنو بريمير شوا، دوزيام شوا، تروازيام شوا، انت والحاجات هذوم. ثم عباد ما تعرفش كيما، مش كيما الماتير تاخوها انت من فرنسا كيما تاخوها من الهند ولا من اندونيسيا ولا من بخصوص الادويه في السبيطارات والمرضى والناس العائلات المتوسطه ومحدوده الدخل. علاش فين ديما فما نقص؟ علاش ديما يقولوا ما فماش تراسيلهم ديما لازم يمشيوا برا؟ النقص من النهبه والسرقه في نتاع الدويات. اما هما قاعدين يغضوا الطرف، نورمالمون الحاجات هذوما يوقفوهم بالوقت العباده هذوما. ما يزيدوش. خاطر انت تسمع الفارماسي سونترال الاولى في البلاد وفيها نقص وفيها كذا، اش معناتها؟ ثم سرقه بيان سور، ثم سرقه. احنا مشكلتنا اللي فما ينجموا يشدوا شخص ولا ما نعرفش كيكس واختصاص يسرق في الدواء يسامحوه شو اللي يعاود هو وغيره موجوده، ما نجموش نوفوا العكس. يعاودوا يعاود يعاود مره اخرى وباقي وباقي، خاطر ما خذاوش النيسيسياتيف باش يوقفوه ولا يعملوا له حاجه. اكي ما دام تسامحوا المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، هو قاعد يعاود وباقي يتمادى هكاك، مو وقفوا من الاول انت وارتاح ومخك ارتاح، هذاك باش يكون عبره لغيره. عبره ما نعاقبوش، ما فماش عقاب احنا في بلاد. والله المره الاولى تسامحوا المره الاولى تتعدى ولا حتى مثالش. لونه فما حاجات المفروض ما تسامحش عليها. ما فماش، لا انت مؤتمن. صحيت انت مؤتمن عليها، والله صارت حاجه صغيره. مثلا حاجه نتاع استعمال شخصي، استعمال شخصي ومحلول مثلا واستعملت منه، والله هذاك المره هذيك تعدى، المره جايك يعاودها اخويا خذ معاه الاجراءات. مش سامحني كميات كبيره تتفقد. ثم كميات كبيره 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 وسيركويات كبيره ياسر، وثم كما نقولوا احنا راهو شبكه عنكبوتيه هذه، فهمت؟ باش نقول لك حاجه، فما في السنوات الاخرانيه دورت الاشكاليه كبيره في فارماسي سنترال. فارماسي سنترال باش تم التفويت فيها ومشاكل كيف ما هكا. المفروض الدوله ما الموضوع هذا ما نقشوش ما نحكوش فيه. المفروض الدوله تتدخل وتاخذ الحاجات اللازمه، واللي الناس اللي ما تستحقش البلاصه هذيك اخويا يقولوا لهم سامحنا. شوفوا بلاصة أخرى، خاطر عكريت السرقة معناتها الملك كادروات الكبار حتى للصغار، وأنت تمشي وخويا والسرقة موجودة. فما فاسون يخمموا في اللامبالاة، خاطر لو كان جينا في البلاد هذيا نحترموا القوانين والضوابط، كل شخص يتجاوز يتعاقب. ما نوصلوش للاستهتار لأن شفيه في برشا مجالات. نورمالمون تعاقب كل واحد مستهتر، وخويا ما يخوش خاطر عندنا احنا عندنا في قوانين يلزمنا نطبقوها ويلزمنا نحافظوا عليها. كان عندك حاجه واجبك انت تقوم به قوم به، وحاجه خويا خطيتك خطيتك. علاش عايشك بارك الله.